اوكي خلنا شويه ناخذ العرايس للعرايس. اوكي شو حابه تعرفي؟ شو مو انا اكيد هناس البنات اكثر شيء يستفادون الاجوبه توصل للعالم صح. فالعرايس شلون نقدر انه نوصل لهم فكره قبل بوقت راح يعتنون ببشرتهم؟ راح الميك اب شلون الطريقه مالته؟ متعرفين قبل الميك اب لازم فول العرايس، هسه تغيرت النظره، انت شلون تتعاملين ويا العروسه قبل بشقد؟ هلا بالنسبه للعروس لهلا يعني هذا الوقت يفضل انه ما تكون عامله كميك اب، عم بحكي انا اكيد لانه هي اجباري عروس، يعني كل الاضواء عليها بهذا اليوم، فبدها تعتني بنفسها قبل الوقت بيرفكت من كل الميلات. اذا فستانه مثلا كثير معجقه اوفر فمش ضروري تحط هذا الميك اب الاوفر، لازم كلش بسيط بس كثير طبيعيه. حتى الشعر وحتى العرايس هلا عم تفضل انه تكون هيك. وبالنسبه لبشرتها للعروس يفضل انه مثلا قبل بيومين تعمل سكين كير تهتم ببشرتها. والله من قبل اسبوع قبل 24 ساعه هو يفضل 24 ساعه تهتم ببشرتها، تنام منيح، اهم شيء النوم، الاكل وتاكل صح، بس اهم شيء النوم. ليش؟ لانه اذا ما كانت تنامي منيح وفقت ثاني يوم وعندها نهار طويل واكيد ما حيصح لها تاكل، اول شيء حيصير تحت عينها اسود، بشرتها حتكون تعبانه شاحبه، فيفضل انه تنام منيح وقبل بيومين تعمل سكين كير لبشرتها. شنو رايك انه الاكل الصحي هو اهم للبشره؟ المي صح؟ المي اهم من الاكل حتى للبشره. المي كثير منيح على البشره، حتى بتمنع من ظهور الحبوب كثير، البشره الدهنيه بتساعدها المي كثير، حتى البشره الناشفه اكيد يعني، بس المي كثير يعني هي اكثر شيء للبشره منيحه.